هلا ورحمة الله وبركاته، شكرا مع طلاب وطالبات، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طلاب وطالباتنا الغاليين، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة الثانية من محاضرات الفصل الثاني لمنهج الكيمياء للصف الخامس العلمي. طلاب وطالباتنا الغاليين، بالمحاضرة السابقة اللي هي كانت المحاضرة الأولى من محاضرات الفصل الثاني، أخذنا نبذة عامة على الفصل الثاني، وتكلمنا ووضحنا أنه إحنا الموضوع الأساسي بهذا الفصل هو موضوع الروابط الكيميائية أو ما يعرف بالأواصر الكيميائية. كلمة روابط معناها أواصر. بهذا الفصل طلابنا الغاليين ندرس الأواصر الكيميائية، يعني الموضوع الأساسي مع الفصل الثاني هو موضوع الأواصر الكيميائية. وطبعا احنا نعرف الأواصر الكيميائية أنواع، العديد من الأنواع: الأصر الأيونية، الأصر التساهمية، الأصر التناسقية، الأصر التعاضدية، الأصر الهيدروجينية، الأصر الفلزية وغيرها من الأنواع. بالتالي بهذا الفصل راح ندرس الأواصر بالتفصيل، نتعلم الأصر شلون ترسم، شلون تتكون، شنو الفرق بين أصر وأصر، شنو الفرق بين أصر هيدروجينية وأصر فلزية، شنو الفرق بين أصر أيونية وأصر تساهمية، شنو الفرق بين أصر تساهمية وأصر تناسقية. بالتالي الموضوع الأساسي مع الفصل الثاني هو الأواصر أو ما يعرف بالروابط الكيميائية. لكن قبل لا نبدأ بالأواصر الكيميائية نحتاج ندرس أساسيات مهمة قبل لا نبدأ بهذا الموضوع. يعني اليوم تريد السيطرة على موضوع الأواصر 100% لازم تضبط أساسيات مهمة كتمهيد لهذا الموضوع. الأساس المهم لموضوع الأواصر الكيميائية هو موضوع ترتيب لويس أو ما يعرف برمز لويس. قبل لا نبدأ بموضوع الأواصر الكيميائية، الأواصر الكيميائية بشكل عام تعتمد اعتماد كلي 100% على كتابة ترتيب لويس. لذلك لازم نضبط ترتيب لويس 100%، وبعد ما نضبط ترتيب لويس 100% ننتقل إلى الأواصر الكيميائية. طلاب وطالبات عيني، بالمحاضرة السابقة تكلمنا على ترتيب لويس بالنسبة للعناصر. انتباه، بالمحاضرة السابقة شرحنا رمز لويس، لكن شرحنا رمز لويس لمن؟ شرحنا رمز لويس بالنسبة للعناصر. تفهموا وياي؟ يعني رمز لويس اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة هو نفس رمز لويس اللي دارسينه بالثالث متوسط، أي فرق ماكو بيناتهم أبداً. واضح؟ يعني بالمحاضرة السابقة وضحنا مثلا عندك هذا العنصر، شلون الآن نسوي له ترتيب لويس؟ ترتيب الكتروني S S بس، أول S رقم 1 هذا 2، أول بي تبدأ برقم 2. نخلي الكترونات، أول شيء أسوي ترتيب الكتروني، شلون أسوي ترتيب لويس؟ أول شيء ترتيب الكتروني، هذا الآن 2، هذا الآن 2، صار 4، إيش قد أقدر أوصل؟ 9، إذا بعد لي 5، 2 و 2 4 و 5 9، سويت الآن ترتيب إلكتروني. بعد ما سويت ترتيب إلكتروني تحدد مستوى الطاقة الأخير. وين مستوى الطاقة الأخير؟ هذا المستوى الأول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني، فالمستوى الثاني الآن هو المستوى الأخير. نجيب رمز العنصر اللي هو F، باوع للمستوى الأخير كم إلكترون عند هذا المستوى الأخير؟ لاحظ هذا المستوى الأخير عند 2 و 5 شقد؟ 7، إذا تخلي 7 نقاط، 1 2 3 4 5 6 7. بهذه الطريقة تكلمنا ووضحنا أنه رمز لويس هي طريقة صورية، ترتيب لويس أو رمز لويس هي طريقة صورية للتعبير عن رمز العنصر، يعبر فيه عن رمز العنصر، العنصر لأن رمز العنصر محاطا بنقاط، هذه النقاط تمثل عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. بالمحاضرة السابقة شرحنا أمثلة كل شوي على هذه الحالة اللي هو ترتيب لويس بالنسبة للعناصر. يعني عندي عنصر شلون أسوي له ترتيب لويس، هذا العنصر أو غيره أو غيره من العناصر. مثلا أعطيك مثال آخر، مثلا الآن عندك Ca20، عندك Ca20 شلون أسوي له ترتيب لويس؟ أول شيء ترتيب الإلكترون، القانون S S بس بس، نزلت الآن القانون، أول S رقم 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4، أول P رقم 2 اللي بعد رقم 3، الآن نخلي الإلكترونات نوصل 20، 2 و 2 4 6 10 12 6 18 و 2 20. الآن سوينا ترتيب الإلكترون، الآن الإلكترونات مجموعها 20 بالاعتماد على عدد الذري. حدد لي مستويات الطاقة، جماعة رقم 1 المستوى الأول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني، جماعة رقم 3 المستوى الثالث، جماعة رقم 4 المستوى الرابع. إذا الآن المستوى الأخير من هو هذا المستوى الأخير اللي هو جماعة رقم 4، تجيب لي رمز العنصر اللي هو الآن Ca، المستوى الأخير بكم إلكترون؟ ب 2، تخلي إلكترونين 1 2. إذا بالتالي طلابنا الغاليين، يعني بالمحاضرة السابقة تكلمنا على ترتيب لويس بالنسبة للعناصر. يعني الآن عندي عنصر واحد، عندي الفلور، عندي الكالسيوم، لاحظ كم عنصر عندي؟ الآن عندي عنصر واحد. محاضرة اليوم أيضا راح نتكلم على موضوع ترتيب لويس لكن للجزيئات. انتباه، موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو كتابة ترتيب لويس للجزيئات. يعني اليوم عندي مركب، هذا المركب شلون أسوي له ترتيب لويس؟ أكو فرق لما نسوي ترتيب لويس بالنسبة لعنصر واحدة أو لما نسوي ترتيب لويس لجزيئة مركب. شلون يعني؟ يعني مثلا أعطيك مثال، شوف مثال أقول لك أكتب أكتب ترتيب أكتب ترتيب لويس لجزيئة
الماء لجزيئة الماء اللي هي H2O، علماً أن الأعداد الذرية الـ H عدد الذري واحد والO عدد الذري ماله 8. واضح؟ الآن إجاك سؤال، إيش قال؟ قال اكتب ترتيب لويس لكن لجزيئة الماء، هذه جزيئة، هذا مركب وليس عنصر. انتبه، بالمحاضرة السابقة اتكلمنا على رمز لويس بالنسبة للعناصر، اليوم نتكلم على ترتيب لويس بالنسبة للجزيئات. تفهموا ياي الكلام؟ أفرق بالموضوع. لما عندي جزيئة الآن مثلاً H2O هذا مركب، شلون أسوي له ترتيب لويس؟ هذا الشيء الجديد علينا. إحنا بالثالث متوسط كنا متعلمين هذا ترتيب لويس للعناصر. اليوم الشيء الجديد عندنا بالخامس علمي هو كتابة ترتيب لويس بالنسبة للمركبات. وطبعاً هذا المهم بالسادس علمي. هذا الآن ترتيب لويس بالنسبة للجزيئات، هذا موجود عندك بالسادس علمي بالفصل الخامس الكيمياء التناسقية. تعال ويا يا طلابنا الغالين أشرح لك مثال. بهذا المثال راح أوضح لك الموضوع كليته. أشرح لك هذا المثال، إذا ركزت وانتبهت وافتهمت وياي هذا المثال افتهمت الموضوع كله. تعال وياي عيني مثال. المثال شو؟ مثال يريد ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة الماء. أول خطوة تسويها تسوي ترتيب لويس لكل عنصر. الآن هذا المركب، هذا المركب بيه كم عنصر؟ بيه الهيدروجين والأكسجين. تيجي لكل عنصر تسوي ترتيب لويس. تجي للهيدروجين تسوي له ترتيب لويس. هذا الآن الهيدروجين، هذا الآن الهيدروجين. ترتيب لويس أول شيء ترتيب إلكتروني 1s1 لأنه عنده إلكترون واحد. جيب لي رمز العنصر، هذا الآن رمز العنصر عندك، كم إلكترون عنده؟ واحد. هذا الآن إلكترون واحد. تعال جيب لي الأكسجين، الأكسجين إيش قد عدد الذري؟ 8. ترتيب إلكتروني S بس أول S1 ثاني S2 أول بي رقمها 2. نخلي إلكترونات نوصل 8، 2 و2 4 و4 8. هذا الترتيب الإلكتروني الآن للأكسجين. حدد المستوى الطاقة الأخير، هذا المستوى الأول جماعة رقم 2، المستوى الثاني جماعة رقم 2، جماعة رقم 2 المستوى الثاني. هذا الآن عندك المستوى الثاني. تعال جيب لي رمز العنصر اللي هو أكسجين. المستوى الأخير بكم إلكترون؟ 2 و4 شقد؟ 6. لاحظ المستوى الأخير الآن بكم إلكترون؟ 2 و4 6. إذا نخلي 6 نقاط، 1 2 3 4 5 6. أول خطوة أتمناها اللي هي، لاحظ لما يريد مني أنك ترتيب لويس لجزيئة مركب، شو تسوي؟ أول خطوة نسوي ترتيب لويس لكل عنصر من عناصر المركب. هذا المركب عنده هيدروجين وأكسجين، كل واحد بيهم سويت له ترتيب لويس. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الآن تجي تدمجهم. الآن هم الآن ذولا مو مدموجين بالمركب، تجي الآن تدمج ترتيب لويس ويا هذا الترتيب لويس. شلون يصير الدمج بيناتهم؟ انتبه، نزل لي مال أكسجين، هذه الآن مال أكسجين، تعال نزلها. هذا الآن ترتيب لويس، تعال نزله مال الأكسجين. هذا الآن نزلته. انتباه، الآن بالمركب، ركز، هذا الأكسجين اللي بالمركب، كم ذرة هيدروجين مرتبطة به؟ 2. انتبه، بالمركب هذه ذرة الأكسجين، هذه ذرة الأكسجين. بالمركب كم ذرة هيدروجين مرتبطات بها؟ 2. وين مرتبطات؟ مرتبطات هنا بالإلكترونات المنفردة، هذا الهيدروجين الأول وهذا الآن عندك الهيدروجين الثاني. هذا الآن، هذا الآن ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة الماء H2O، هذا ترتيب لويس بالنسبة لها. إذن الآن طلابنا الغالين انتباه، لما يطلب مني ترتيب لويس لجزيئة مركب معين، هذا الموضوع الجديد مال محاضرتنا لهذا اليوم اللي يفيدك موضوع الأواصر الكيميائية واللي يفيدك بالسادس علمي، إنه شو نسوي ترتيب لويس لجزيئة مركب. طبعاً الموضوع خطوتين، أول خطوة تسوي ترتيب لويس لكل عنصر من عناصر المركب. المركب عنده هيدروجين وأكسجين، كل واحد سويت له ترتيب لويس، خطوة أولى. الخطوة الثانية تيجي تدمج ترتيب لويس مال العنصرين. شو تدمجهم؟ تعال للأكسجين، الأكسجين الآن هذا ترتيب لويس مالتها مال الأكسجين. الأكسجين بالمركب كم هيدروجين مرتبط بيها؟ 2. وين يرتبط؟ انتبه، يرتبط بالإلكترونات المنفردة. هذا 2 يعني معناته ما بمجال للارتباط، هذا مزدوج إلكتروني ما عنده مجال للارتباط، لكن هذا إلكترون واحد يقدر يرتبط. فيجي الآن ذول الH 2، هذا الأول وهذا الثاني. لما يجي الH يجي هو والإلكترون ماله يرتبط هنا. فهذا الآن ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة الماء. بعد ما وضحنا هاي التفاصيل كليتها، الآن راح ننتقل وناخذ أمثلة كل شوي بحيث نفهم ونضبط الموضوع أكثر. فخليك متابع ومركز وياي كل زين. مثال آخر يقول اكتب رمز لويس لجزيئة الأمونيا NH3، علما أن الأعداد الذرية للهيدروجين يساوي 1 وللنيتروجين يساوي 7. طلابنا الغالين عين، مطلوب السؤال يريد منك بالسؤال يريد رمز لويس. انتباه، يريد رمز لويس، المن يريد رمز لويس لجزيئة وليس لعنصر. الآن يريد لجزيئة الأمونيا، جزيئة الأمونيا يريد الآن نسوي لها رمز لويس. انتباه وركز وياي،
شلون يوم اسوي رمز لويس بالنسبه للجزيئه؟ خطوتين. الخطوه الاولى نقوم بكتابه ترتيب لويس لكل عناصر من عناصر جزيئه المركب. هذه الان الامونيا يا عناصر عندها النيتروجين والهيدروجين، عنصرين كل واحد تجي تسوي له ترتيب لويس على صفحه. تعال عين الان عندك الاتش، هذا الان الاتش عدد الذري واحد، ترتيب الالكتروني 1s1، هذا ترتيب الالكترون، جيب رمز العنصر اللي هو اتش، محاط بنقاط تمثل عدد الالكترونات بالمستوى الاخر، هو عنده الكترون واحد، هذا الان الالكترون الواحد ماله، هذا الان ترتيب لويس بالنسبه للهيدروجين. تعال الان للنيتروجين الان، هذا النيتروجين ايش قد عدد الذري؟ عدد الذري 7. تعال سوي له الان ترتيب الكترون، ترتيب الالكتروني 1s2 2s2 2p3، باعتبار انه الان الترتيب الالكتروني ضابطينه 100% من الفصل الاول. الترتيب الالكتروني الان من المفترض اسهل وابسط ما يكون بالنسبه للطالب، لانه الطالب سيطر عليه سيطره تامه بالفصل الاول. اجينا كتبنا الترتيب الالكتروني بالنسبه للنيتروجين اس اس بس، واجينا كملنا القانون ووزعنا الالكترون 7 2 2 4 3 7. حدد لي مستويات الطاقة، جماعة رقم واحد هذا المستوى الأول، جماعة رقم اثنين المستوى الثاني. إذا الآن عندك المستوى الثاني هو المستوى الأخير، هذا المستوى الثاني هو المستوى الأخير. جيب لي رمز العنصر اللي هو الN. الآن رمز العنصر محاطا بنقاط، هذه النقاط تمثل عدد الإلكترونات بالمستوى الأخير. المستوى الأخير بكم إلكترون؟ اثنين وثلاثة ايش قد؟ خمسة. إذا الآن عندك واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذا الآن رمز لويس بالنسبة لذرة النيتروجين. إذا الآن لما يطلب مني رمز لويس لجزيئة مركب، شو أسوي؟ أول خطوة أسوي رمز لويس لكل عناصر من عناصر المركب، تمام. سويت رمز لويس بالنسبة للهيدروجين ورمز لويس بالنسبة للنيتروجين، تمام الأمور. الخطوة اللي بعدها تجي الآن هذا رمز لويس مال هذا العنصر وهذا العنصر تدمجهم. شلون؟ اول شيء تجيب لي النيتروجين، هذا الان النيتروجين جبته هو بترتيب الالكتروني. الان رمز لويس بالنسبه للان اتش 3 شلون؟ جيب لي ترتيب لويس مال ذره النيتروجين، هذا الان مال ذره النيتروجين اجيبه وانزله كليته كما هو. الان مال ذره النيتروجين لاحظ جبته الان نزلته. تعال عيني، هذه ذره النيتروجين، هذه ذره النيتروجين بالمركب مرتبطه بكم اتش؟ 3. انتباه، هذه الان ذره النيتروجين مرتبطه بكم اتش بالمركب؟ ب 3. تعال الآن جيب لي 3H، هنا أنا يجي يرتبط عندي H الأول، وهنا أنا يجي يرتبط عندي H ثاني، وهنا أنا يجي يرتبط عندي H ثالث. لاحظ لأنه هذا الH لما يجي يرتبط ما يصير يرتبط بالمزدوج الإلكتروني، المزدوج الإلكتروني مقبط ما في مجال للارتباط، فهذا الهيدروجين لما يجي يرتبط وين؟ يرتبط عندك بالالكترونات المنفردة. فالآن أنت شوف شلون الآن صار عندك كليته مشبع بالالكترونات من كل الاتجاهات، الآن مشبع بالالكترونات. واضح طلابنا الغالي؟ إذا الآن انتهى رمز لويس بالنسبة لهذه الجزيئة، موضوع جدا سهل وبسيط. طبعا طلابنا الغالين عين، أكفد موضوع كل السهل مرتبط برمز لويس اسمه قاعدة الثمانية. انتباه لهذا الموضوع، عندنا موضوع اللي هو قاعدة الثمانية. شنو قاعدة الثمانية؟ تحاط الذرة المركزية في المركب بثمانية الكترونات، ولا تنطبق هذه القاعدة على جميع الذرات في الجزيئات. انتبه ويا طلابنا الغالي شنو قاعدة الثمانية؟ قاعدة الثمانية الآن شوف لي هاي الذرة، هذه الذرة الآن صارت محاطة بعد ما ارتبط بها الهيدروجين، محاطة بكم كم الكترون؟ محاطة بثمانية الكترونات. شوف هاي الذرة مال النيتروجين بعد ما ارتبط بها الهيدروجين أصبحت محاطة بكم الكترون؟ محاطة بثمانية، اثنين واثنين واثنين واثنين، اثنين أربعة ستة ثمانية. فالآن هاي الذرة بعد ما ارتبط بها الهيدروجين، يعني هاي الذرة داخل المركب، لما أصبحت محاطة بثمانية الكترونات فنقول هذه الذرة تنطبق عليها قاعدة الثمانية. شنو يعني قاعدة الثمانية؟ قاعدة الثمانية معناته أنه الذرة داخل المركب تكون محاطة بثمانية إلكترونات. تفهموا وياي شنو المقصود بقاعدة الثمانية؟ قاعدة الثمانية أي أنه معناها الذرة داخل المركب، هذه ذرة داخل المركب تكون محاطة بثمانية إلكترونات. يعني بعد ما نسوي ترتيب لويس بالنسبة لهاي الجزيئة، يعني الآن لو أسألك سؤال أقول لك هذه الجزيئة تنطبق عليها قاعدة الثمانية لو لا؟ أنت تشوف هاي الذرة محاطة بثمانية إلكترونات تقول إذا الآن تنطبق قاعدة الثمانية. تنطبق قاعدة الثمانية معناته أنه الذرة داخل المركب محاطة بثمانية إلكترونات. شوف هذا المثال اللي قبله هنا أيضا الآن عندك هنا، أقول لك هنا ذرة الأكسجين، ذرة الأكسجين بهذا المركب تنطبق عليها قاعدة الثمانية لو لا؟ شلون تعرف؟ تسوي ترتيب لويس لهذه الجزيئة، تبوع الآن الأكسجين، الأكسجين الآن محاط بثمانية إلكترونات بعد ما ارتبط بالهيدروجين محاط بثمانية إلكترونات، إذا تنطبق عليه قاعدة ثمانية. طالب أو طالبة يسأل يقول أستاذ هل إنه كل الذرات داخل المركب تنطبق عليها قاعدة ثمانية؟ لا،
اكو ذرات داخل المركبات. لما نسوي ترتيب لويس بالنسبه للمركب نلاحظ انه الذره محاطه ب 8 الكترونات، نقول تنطبق على قاعده 8، لكن اكو ذرات تكون محاطه باكثر من 8 الكترونات، فنقول لا تنطبق عليها قاعده 8. طالب او طالبه يسال يقول استاذ هل انه كل الذرات داخل المركبات تنطبق عليها قاعده 8؟ يعني هل انه كل الذرات داخل المركب تنطبق على قاعده 8؟ لا، اكو اليوم مركبات لما اسوي لها ترتيب لويس الاحظ انه الذره محاطه ب 8 الكترونات، فاقول تنطبق عليها قاعده 8. لكن اكو ذرات، يعني اكو مركبات لما اسوي لها ترتيب لويس الاحظ انه الذره محاطه باكثر من 8 الكترونات، فاقول معناته لا تنطبق عليها قاعده 8. وهذا الكلام كليته وين راح نوضحه بالامثله الجايه ونشرحه بالتفصيل. لكن خلي بالك فد شغله، شوف بهذا الموضوع اهم شيء تعرف فد شيء اسمه الذره المركزيه. اسمعني، اهم شيء بهذا الموضوع مال قاعده 8 تعرف فد شيء اسمه الذره المركزيه، لانه هو قال لك تحاط الذره المركزيه في الجزيء. يعني هذا المركب، هذا المركب به عده ذرات، اكو ذره من هذه الذرات اسمها الذره المركزيه. منو الذره المركزيه؟ اسمعني ايش قال لك تحاط الذره المركزيه. يعني الان عندك هاي الذره حاليا هي الذره المركزيه بالمركب، عرفت؟ عندك بهذا المثال الاكسجين هو الان الذره المركزيه، يعني كل مركب، هذا المركب به هيدروجين واكسجين، اكو واحده منهم ذره مركزيه. هذا المركب NH3 اكو واحده منهم ذره مركزيه. زين شلون نعرف الذره المركزيه؟ اسمع، ملاحظه، هاي ملاحظه خارجيه لكن تفهمك الماده. هاي الملاحظه ماكو بالكتاب، هاي ملاحظه من يمي تفهمك منو هي الذره المركزيه. اليوم لما تبغى اي مركب شلون تعرف منو الذره المركزيه؟ ركزوا على هاي الملاحظه. الذرة المركزية هي الذرة التي تكون ذرة واحدة في جزيء المركب. يعني عندك NH3 الآن ذرة واحدة والهيدروجين ثلاثة، من هو اللي يكون ذرة واحدة؟ هو الذرة المركزية. تفهموا ياي؟ اليوم أعلمك طريقة، أهم شيء اليوم أنت لما يجيك مركب تحدد منو الذرة المركزية مالته. أهم شيء اليوم لما يجيك مركب تحدد منو الذرة المركزية. شلون تعرف منو الذرة المركزية؟ تباوع الذرات مال المركب، منو اللي يكون ذرة واحدة؟ هو الذرة المركزية. يعني الآن عندك نيتروجين وهيدروجين، تباوع النيتروجين ذرة واحدة، الهيدروجين ثلاثة، من هو ذرة واحدة؟ نيتروجين، إذا هذا هو الذرة المركزية. تباوع لل H2O، H2O عندك هيدروجين وأكسجين، الهيدروجين ذرتين، الأكسجين ذرة واحدة، من هو ذرة واحدة؟ الأكسجين، هذا هو الذرة المركزية. عندك BeF2، البي ذرة واحدة، هذا البي ذرة واحدة، F2 من هو الذرة الوحدة؟ هو الذرة المركزية. فأهم شيء لازم تعرف من الذرة المركزية هي الذرة اللي تكون ذرة وحدة داخل المركب. تعال ناخذ أمثلة حول قاعدة الثمانية. تمرين 2-2 شي يقول؟ يقول أي من هذه الجزيئات تنطبق على ذرته المركزية قاعدة الثمانية؟ مطين هذا المركب اللي هو جزيء الميثان CH4 ومطين هذا المركب اللي هو فلوريد البريليوم اللي هو BeF2. طلابنا الغالين عين، مطين الآن مركبات وهذا المركبات يقول يا مركب تنطبق عليه قاعدة 8 ويا مركب ما تنطبق عليه قاعدة 8. شو اليوم احنا نعرف هذا المركب تنطبق عليه قاعدة 8 او ما تنطبق؟ نجي نسوي ترتيب لويس لكل مركب ونشوف الذرة المركزية ايش راح يصير بها، تحاط بثمانية الكترونات او لا. نبلش الآن بالمركب الاول اللي هو CH4. الآن نبلش بالحل بالنسبة ليا مركب بالنسبة لل CH4. انتبه، على مود تعرف هذا المركب الآن تنطبق عليه قاعدة 8 لو لا، شلون؟ أول شيء أسوي ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة. هذه الجزيئة الآن شو أسوي لها ترتيب لويس؟ أسوي ترتيب لويس لكل عنصر. اسمعني، على مود أسوي ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة أجي أسوي ترتيب لويس لكل عنصر. تعال عيني، الآن عندك الهيدروجين، الهيدروجين عدد الذري واحد، ترتيبه الإلكتروني 1s1 عبارة عن H عنده الكترون واحد محاط بنقطة واحدة. انتقل للكربون، الكربون عدد الذري 6، ترتيب الالكتروني انزل قانون SSP، اول S1 هذا 2، اول P رقم 2، نخلي الالكترونات اللي فوق نوصل 6 لانه الالكترونات اللي نخليها بالاعتماد على عدد الذري 2 و2 4 و2 6. تمام، حدد لي الان مستويات الطاقة، جماعة رقم 1 المستوى الاول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني. اذا جماعة رقم 2 الان عندك المستوى الثاني، هذا المستوى الاخير. جيب لي رمز العنصر اللي هو الآن الكربون، رمز العنصر C. المستوى الأخير عنده كم إلكترون؟ 2 و2 4، إذا تخلي 4 نقاط. الآن 1 2 3 4، الكربون هنا ذرة واحدة والهيدروجين 4، من الذرة المركزية؟ الكربون، لأنه إحنا تعلمنا من اللي تكون ذرة واحدة بالمركب هي الذرة المركزية. الآن هذا المركب CH4 من الذرة المركزية؟ الكربون ذرة واحدة والH 4، الذرة المركزية هي اللي تكون ذرة واحدة داخل جزيء المركب، فالكربون ذرة واحدة، فالكربون الآن هو الذرة المركزية. تجيب الآن الذرة المركزية، هذه الذرة المركزية جبتها هي وترتيب لويس مالتها، هذه الذرة المركزية
جبتها الآن هي وترتيب لويس مالت الذرة المركزية جبتها. تعال عيني داخل المركب الذرة المركزية كم اتش مرتبط بيها؟ 4. هذه الذرة المركزية كم اتش مرتبط بيها؟ 4. هذا الآن اتش الأول، هذا الآن اتش الأول، هذا الآن هنا اتش الثاني، هذا الآن هنا الاتش الثالث، وهذا الآن هنا اتش الرابع. هذا منو؟ هذا ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة السي اتش 4. هذا ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة اللي هي جزيئة السي اتش 4. تعال عين بعد ما سوينا ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة اللي هي جزيئة السي اتش 4، أهم شيء تعرف من الذرة المركزية اللي هي الآن الذرة اللي تكون ذرة واحدة داخل المركب، ذرة مركزية مرتبطة بأربعة اتش، كل اتش اجى يرتبط الآن عندك يرتبط هو والإلكترون ماله. باو عين بعد ما كتبنا الآن ترتيب لويس جاي تلاحظ الآن، تلاحظ أنه الذرة المركزية محاطة بكم إلكترون؟ بثمانية. الآن لاحظ بعد ما سوينا ترتيب لويس، بعد ما سوينا ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة الميثان CH4، ألاحظ أنه الذرة المركزية محاطة بثمان إلكترونات، 2 و 2 4 و 2 6 و 2 8. ما دام الذرة المركزية محاطة بثمانية إلكترونات إذا تنطبق قاعدة الثمانية. الآن هنا لما أجاوب، لما أجي أجاوب أقول الآن تنطبق قاعدة الثمانية، تنطبق هذا الآن بعد ما حلينا ووضحنا أجي هنا أكتب أقول تنطبق قاعدة، تنطبق قاعدة الثمانية على جزيئة، على جزيئة CH4. شنو السبب؟ السبب وذلك لأن الذرة المركزية، وذلك لأن الذرة المركزية محاطة بثمانية إلكترونات. شنو السبب أنه تنطبق قاعدة الثمانية؟ لأن الذرة المركزية محاطة بثمانية إلكترونات. إذن إلى هنا يا طلاب وطالبات انتهى الحل بالنسبة لهذا المثال. إذن اليوم لما يسألني سؤال يقول لي هل تنطبق قاعدة ثمانية أو لا، شلون نعرف الحل؟ أول شيء تسوي ترتيب لويس للجزيئة كاملة. شلون تسوي ترتيب لويس للجزيئة؟ تسوي ترتيب لويس لكل عنصر من عناصر الجزيئة، بعدين تحدد الذرة المركزية، تنزل الذرة المركزية هي وترتيب لويس مالتها، ترتبط بها الذرات العنصر الآخر، وبعدها أشوف الذرة المركزية إذا محاطة بثمانية إلكترونات تنطبق قاعدة الثمانية. أكملنا الآن الـ CH4، أنتقل أنا وياك للي بعد اللي هو BEF2. تعال عيني وياي الحل بالنسبة للجزيئة الثانية اللي هي BEF2. تعال عيني، أول شيء لازم تسوي ترتيب لويس للجزيئة كلها. شلون تسوي ترتيب لويس للجزيئة كلها؟ سوي ترتيب لويس لكل عنصر وبعدين للجزيئة. الآن عندك الـ F، هذا الآن الـ F، العدد الذري قد 9. تعال سوي ترتيب الكتروني اس اس بي، اول اس رقمه 1 هذا 2، اول بي رقمه 2، نخلي الكترونات نوصل 9، 2 و 2 4 5 9. حدد لي مستوى الطاقه الاخير، جماعه رقم 1 المستوى الاول، جماعه رقم 2 المستوى الثاني. تمام الامور؟ يلا عين تعال عين جيب لي رمز العنصر اللي هو الان الاف، رمز العنصر اف. المستوى الاخير بكم الكترون؟ 2 و 5 7. الان نجي 1 2 3 4 5 6 7. هذا الآن ترتيب لويس بالنسبة للأف. تعال الآن بالنسبة للبي اي، البي اي هذا البي اي خليني أسوي لك بغير لون أنا مو دميزة. تعال بالنسبة إلى البي اي، البي اي إيش قد عدد الذري؟ عدد الذري 4، ترتيب الإلكتروني اس اس، أول اس رقم 1 هذا 2، خلي الإلكترونات نوصل 4، 2 و 2 4. حدد المستوى الطاقة، جماعة رقم 1 المستوى الأول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني. تعال ركز عيني، ركز جيب لي الآن رمز العنصر اللي هو البي اي. المستوى الأخير الآن بكم إلكترون؟ 2. إذا نخلي إلكترونات 2، 1 2 بهذا الشكل. تمام. الآن طلابنا الغالين كتبنا ترتيب لويس بالنسبة للعناصر، أجي الآن أدمجهم، أنا متطلع رمز لويس بالنسبة للجزيئة. حدد لي من الذرة المركزية، شوف البي اي ذرة واحدة والاف 2، من الذرة المركزية؟ البي اي، الذرة المركزية البي اي. ليه الذرة المركزية؟ لأنه تعلمنا العنصر اللي يكون ذرة واحدة داخل المركب هو الذرة المركزية. من الذرة المركزية؟ تباوع، هذه ذرة واحدة هي الذرة المركزية، اللي يكون أكثر من ذرة لا هذا مو ذرة مركزية. إذا جيب لي الذرة المركزية، من هو الذرة المركزية؟ اللي هو الآن عندك البي اي، هذه الآن هي الذرة المركزية، نزلها هي وترتيب لويس مالتها. هذه الذرة المركزية داخل المركب مرتبطة بكم اف؟ مرتبطة باثنين. هذه الآن الذرة المركزية مرتبطة بكم F؟ مرتبطة باثنين. هنا أنا عندك F الأول، هذا F الأول هنا أنا مرتبط، هذا F الأول وهذا F الثاني. طبعا الF من تنزلت نزله هو ترتيب لويس ماله. هذا الآن الF، لاحظ وياي هذا الآن الF اللي نزلناه، شوف هذا الF نفس هذا الF،
عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية وعنده إلكترون منفرد. وهنا هذا الأف عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية وعنده إلكترون منفرد. طالب يقول استاذ هنا الإلكترون منفرد صاير بالأسفل، هنا خليت الإلكترون منفرد منه، شنو يعني ماكو فرق؟ بكل الأحوال سواء بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة بكل الأحوال إنه الأف محاط بسبع إلكترونات، واضح اللي هو عدد الإلكترونات من المستوى الأخير. إذا طلابنا الغاليين عيني، الآن بعد ما سوينا الآن ترتيب لويس، بعد ما سوينا ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة اللي هي الآن PEF2، هذا الآن رمز لويس بالنسبة له. لاحظوا وياي الآن الذرة المركزية. الذرة المركزية الآن محاطة منها باثنين ومنها باثنين بشقد محاطة؟ بأربعة. إذا هل إنه الآن تنطبق قاعدة الثمانية على الذرة المركزية؟ الجواب كلا، لا تنطبق قاعدة الثمانية. ليش؟ شوف هنا الذرة المركزية محاطة بثمانية فتنطبق قاعدة الثمانية، أما هنا الذرة المركزية محاطة بأربعة إلكترونات ولذلك لا تنطبق عليها قاعدة الثمانية. لما نجي نجاوب نقول لا تنطبق، لا تنطبق، لا تنطبق على جزيئة الـ PEF2 قاعدة الثمانية، لا تنطبق على جزيئة الـ PEF2 قاعدة الثمانية، قاعدة الثمانية. شنو السبب؟ السبب وذلك، وذلك لأن الذرة المركزية، وذلك لأن الذرة المركزية محاطة، محاطة بأربعة إلكترونات وليست، وليست ثمانية إلكترونات. خلاص إلى هنا يا طلابنا الغالين انتهى الحل بالنسبة لهذا المثال. انتقل أنا وياك الآن إلى مثال آخر. مثال يقول طلابنا الغالين ما هو ترتيب لويس للجزيئات التالية وهل تنطبق عليهم قاعدة الثمانية؟ المركب الأول ثلاث فلوريد البورون BF3 ومنطيك الأعداد الذرية، والمركب الثاني هو خماس كلوريد الفلور BCl5 ومنطيك الأعداد الذرية. نبتدئ الحل أنا وياكم طلابنا الغالين الآن بالنسبة للمركب الأول اللي هو ثلاثي فلوريد البورون BF3. أول شيء نسوي ترتيب لويس بالنسبة لهذا الجزيء، تعال جيب لي الفلور. الآن أجيب هذا العنصر الأول اللي هو عندك الفلور، عدد الذرة قد 9، ترتيب الإلكتروني SSB، أول S رقمه 1، هذا رقم 2، أول B رقمه 2، نخلي الإلكترونات نوصل 9، 2 و 2 4 5 9، حدد المستوى الطاقة جماعة رقم 1 المستوى الأول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني، إحنا يهمنا المستوى الأخير اللي هو المستوى الثاني. تعال رمز العنصر، شنو رمز العنصر؟ اللي هو الF، يكون محاط بنقاط تمثل عدد الإلكترونات بالمستوى الأخير. المستوى الأخير عنده 2 و 5 شقد 7، نجي الآن نخلي 7، 1 2 3 4 5 6 7، هذا ترتيب لويس بالنسبة للفلور. نجي الآن بالنسبة للبورون، أجي الآن بالنسبة للبورون اللي هو البي. الآن البورون شقد عنده؟ عنده 5، أسوي ترتيب إلكتروني SSB، أول S رقمه 1، هذا 2، أول B رقمه 2. طبعاً لأن الأعداد الذرية قليلة أنا ما جاي أكتب قانون كامل، لأن الأعداد الذرية قليلة. الآن نجي 5 إلكترونات، 2 و 2 4 و 1 5، حدد للمستوى الأخير، المستوى الأخير الآن المستوى الثاني هو المستوى الأخير، نجيب رمز العنصر اللي هو الآن B، رمز العنصر B. انتبه بالمثال القبلة كان BE، ركز بالمثال القبلة كان BE، هذا بريليوم بينما هذا اسمه P بورون. تعال عين المستوى الأخير عنده كم إلكترون؟ 2 و 1 شقد 3، تخلي 3 إلكترونات، 1 2 3، كتبنا الآن ترتيب لويس لكل ذرة. حدد لي الذرة المركزية الآن، منو الذرة المركزية؟ PF3، البورون ذرة واحدة، البي ذرة واحدة، لأنه ما يم رقم شيء يعتبر، يعتبر واحد، فهذه الآن ذرة واحدة، بينما الاف ثلاثة، إذا منو الذرة المركزية؟ البورون، نعرف الذرة المركزية هي اللي تكون ذرة واحدة، الآن البورون ذرة واحدة، فهذا الآن البورون هو الذرة المركزية. تعال نزل لي الذرة المركزية الآن اللي هي البورون، نزلها هي وترتيب لويس مالتها. حاليا هاي الذرة المركزية داخل المركب مرتبطة بكم F؟ مرتبطة بثلاثة. هنا عندك الF الأول، هذا الF الأول، وهنا F الثاني، وهنا الآن F الثالث. هذا الآن عندي هذه البي مرتبطة بكم F؟ ثلاثة. هذا الF الأول والثاني والثالث. كل F يجي نزله هو وترتيب لويس ماله. الآن هذا الF شفت نزله هو وترتيب لويس ماله. الF عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية وإلكترون منفرد. ثلاث مزدوجات إلكترونية وإلكترون منفرد. كذلك هنا ثلاث مزدوجات إلكترونية عنده، ثلاث مزدوجات إلكترونية، كذلك هنا ثلاث مزدوجات إلكترونية، ثلاثة مزدوجات إلكترونية، هنا إلكترون
منفرد. الآن طلابنا الغالين هذا ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة. ركز، بعد ما كتبنا ترتيب لويس بالنسبة للجزيئة اللي هي BF3 باوع الذرة المركزية، الذرة المركزية الآن محاطة بكم إلكترون؟ 2 و2 4 و2 6. إذن الآن الذرة المركزية محاطة بستة إلكترونات، إذن لا تنطبق قاعدة الثمانية، لأنه قاعدة الثمانية تنطبق لما عندك الذرة المركزية محاطة بثمانية إلكترونات. لو كانت الذرة المركزية محاطة بثمانية إلكترونات نقول تنطبق قاعدة الثمانية، لكن حاليا الذرة المركزية شبيهة الذرة المركزية حاليا محاطة بستة إلكترونات، إذن لا تنطبق قاعدة الثمانية. هذا ترتيب لويس بالنسبة للجزيئة كاملة BF3، هذا ترتيب لويس بالنسبة لها. الآن نجي على صفحة اكتب هنا الجواب، شو اقوله؟ اقول لا تنطبق قاعدة الثمانية. شنو السبب؟ وذلك لأن الذرة المركزية محاطة بستة الكترونات، وليس ثمانية الكترونات. خلاص، إلى هنا يا طلابنا الغاليين انتهى الحل بالنسبة لهذا السؤال. انتقل أنا وياك الآن إلى آخر سؤال بمحاضرة لهذا اليوم. إنه نشرح الآن قاعدة ثمانية بالنسبة لهذا المركب ونختم محاضرتنا لهذا اليوم. وبالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبتدئ بموضوع الأواصر الكيميائية اللي هو أهم موضوع بالفصل الثاني. تعالوا يا طلابنا الغاليين نبلش أنا وياك بالنسبة لهذا المركب. جيب لي الآن السيال، هذا الآن السيال العدد الذري إلى 17، ترتيب الإلكتروني S, S, B. أول S رقم 1، هذا 2، هذا 3، أول B رقم 2، هذا اللي بعد رقم 3. نخلي الآن الإلكترونات أوصل 17، 2 و2 4 و6 10 و2 12 و5 17. أكملنا الآن ترتيب الإلكتروني، الآن أحسب الإلكترونات قد 17 مساوية للعدد الذري. حدد لي مستويات الطاقة، عندك هذا المستوى الأول، هذا المستوى الثاني، هذا الآن المستوى الثالث. أكملنا الترتيب الإلكتروني، حاليا عندك 17 إلكترون، المجموع 17 بالاعتماد على عدد ذري. حدد المستويات الطاقة، مستويات الطاقة هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. احنا يهمنا المستوى الأخير، المستوى الأخير الآن اللي هو المستوى الثالث. لاحظ وياي المستوى الأخير بكم إلكترون؟ 2 و5 قد 7. إذن الآن السي ال محاط بسبع نقاط، 1 2 3 4 5 6 7. الآن عندك انتبه، المستوى الأخير بسبع إلكترونات، الآن رمز العنصر محاط بسبع نقاط، لأن هذا النقاط تمثل عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير. أكملنا الآن السيال، تعال وياي البي اللي هو الفسفور، تعال عيني البي. الآن عندك البي، إيش قد العدد الذري ماله؟ 15. سوي له ترتيب إلكتروني S, S, بس B. لاحظ أول بي رقم 1، هذا 2، هذا 3، أول بي رقم 2، هذا اللي بعد رقم 3. نخلي إلكترونات لازم نوصل 15، 2 و2 4 و6 10 و2 12. أنا اللي جاي واصل 12، إيش قد بعد وصل 15؟ 3. حدد مستوى الطاقة الأخير، هذا المستوى الأول، جماعة رقم 2 المستوى الثاني، جماعة رقم 3 المستوى الثالث، جماعة رقم 3 المستوى الثالث. حدد لي المستوى الأخير، هذا المستوى الأخير. جيب لي رمز العنصر اللي هو البي. عندك الآن هنا المستوى الأخير بكم إلكترون؟ 2 و3 5. خلي 5 نقاط، 1 2 3 4 5. انتهى الموضوع. الآن هذا ترتيب لويس للكلور والفسفور. نجي الآن ندمج ترتيب لويس لهم اثنينهم، نطلع ترتيب لويس بالنسبة للجزيئة. شو ندمجهم؟ حدد الذرة المركزية. منو الذرة المركزية؟ انتباه، هذا البي ذرة واحدة والسي الخمس ذرات. منو الذرة المركزية اللي تكون ذرة واحدة بالسؤال؟ هي الذرة المركزية. منو الذرة المركزية اللي تكون ذرة واحدة؟ عندك الآن فسفور ذرة واحدة، فهذه الآن هي الذرة المركزية اللي هو منو؟ الفسفور. جيب لي الذرة المركزية اللي هي الفسفور، هي وترتيب لويس مالتها. هذه الآن الذرة المركزية، لاحظ هذه الذرة المركزية نزلناها الآن، هي وترتيب لويس مالتها. هذه ذرة الفسفور طلابنا الغالين داخل المركب مرتبطة بكم سي ال؟ مرتبطة بخمسة. انتبه، هذه ذرة الفسفور داخل المركب كم سي ال مرتبطة؟ مرتبطة بخمسة. عندك الآن هذا السي ال الأول، هذا الآن هنا السي ال الأول، هنا عندك الآن سي ال الثاني، هذا هنا عندك سي ال الثاني، هنا عندك الآن سي ال الثالث، هذا سي ال الثالث. بقى لك كم سي ال؟ بقوا اثنين، لأن هم خمسة، هنا واحد اثنين ثلاثة، بقوا اثنين. واحد راح نخليه هنا، واحد الآن راح نخليه من يومهم هنا، وواحد الآن راح نجي نخليه هنا بهذا الشكل. واضح الكلام؟ الآن تجي كل سي ال من تنزلت نزله هو ترتيب لويس، يعني عنده ثلاث مزدوجات إلكتروني وإلكترون منفرد. هذا الآن السي ال
عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية، ثلاث مزدوجات إلكترونية وإلكترون منفرد. هذا Cl كذلك، هذا الآن Cl هنا، هذا الآن Cl عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية إلكترون منفرد. هذا Cl كذلك من جهة المنفرد يرتبط، هنا عنده بعد ثلاث مزدوجات إلكترونية، ثلاث مزدوجات إلكترونية. هذا Cl ثلاث مزدوجات إلكترونية، ثلاث مزدوجات إلكترونية ومن الإلكترون منفرد يرتبط. هذا Cl من الإلكترون منفرد يرتبط، وهنا عنده ثلاث مزدوجات إلكترونية بهذا الشكل. طبعا هذا Cl يصير شوية بميلان، لازم هذا الآن Cl يكون بميلان بهذا الشكل، وهذا Cl كذلك يكون بميلان قليل على مود الحل مالتنا يكون دقيق 100%. اللي جاي يا طلاب وطالبات، انتهى رمز لويس بالنسبة لهذا المركب. بعد إكمال ترتيب لويس بالنسبة لهذا الجزيئة، لاحظ الذرة المركزية، طبعا هذا ترتيب لويس بالنسبة لجزيئة الـ BCl5، هذا ترتيب لويس بالنسبة لهذه الجزيئة. انتبه، بعد ما سوينا ترتيب لويس، شوف الذرة المركزية محاطة بكم إلكترون؟ 2 و 2 4 و 2 6 و 2 8 9 10. إذا الذرة المركزية محاطة بأكثر من 8 إلكترونات، ولذلك لا تنطبق عليها قاعدة الثمانية. بالجواب نقول لا تنطبق، لا تنطبق، لا تنطبق قاعدة الثمانية، لا تنطبق قاعدة الثمانية. قاعدة الثمانية طلابنا الغالين ما تنطبق بالوقت الحالي. ليش ما تنطبق؟ لأنه الذرة المركزية محاطة بأكثر من ثمانية الكترونات. إلى هنا يا طلاب وطالبات، أنا وياكم نصل لأختام محاضرتنا لهذا اليوم. تنتظرون بالمحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة 3 اللي راح نشرح بها موضوع أنواع الأواصر الكيميائية وتفاصيلها. وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ومع ألف سلامة.